السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي أنا أطفي المحرك وخارج من العربية، ولما بخرج بيقول لي أطفي المحرك، وبيبان مش عايزة تقفل. هنشوف كده مع بعض. بيديني إن المحرك لسه شغال، دلوقتي بيقول لي إن المفتاح مش قريب وأطفي المحرك. هضطر ادوس على زرار الستارت تاني واطفيه وارجع اجرب تاني كده. دلوقتي اشتغل،